Média. Média, Média. la radio de toutes les générations. Sous, -tout. Sous, -tout. Sous -tout. أهلا بكم من جديد في سؤال الساعة وفي سؤال بدأناه ويصل بنا إلى الحلقة الرابعة التي نرصد من خلالها مسلسلا انتخابيا في المغرب بدأناه بانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والجهوية في أول اقتراع مباشر بالنسبة لهذا الاستحقاق الجهوي قبل ذلك تم انتخاب أعضاء الغرف المهنية ومندوبية المأجورين لينتهي هذا المسلسل يوم الجمعة الثاني من أكتوبر بانتخاب اعضاء مجلس المستشارين وفق تمثيليه جديده تتلائم ومقتضيات دستور 2011 وكذلك القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس ويتمتع مجلس المستشارين بصلاحيات واسعه في مجال التشريع ومراقبه العمل الحكومي على ضوء مقتضيات دستور 2011 ويكتسي دوره اهميه كبيره لاسيما وان الجهات والجماعات الترابيه تشارك في تنفيذ السياسه العامه للدوله واعداد السياسات الترابيه من خلال ممثليها في المجلس وتم انتخاب 120 عضوا في مجلس المستشارين عوض 270 بالنسبه للمجلس السابق وفق القواعد التاليه 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابيه وينتخبون على صعيد المملكه عشرون عضوا تنتخبهم هيئه ناخبه في كل جهه واحده تتالف من مجموع الناخبين في الغرف المهنيه الموجوده في الجهه المعنيه وهذه الغرف وكما هو معلوم غرفه الفلاحه وغرفه الصناعه والتجاره والخدمات وغرف الصناعه التقليديه والصيد البحري ثمانيه اعضاء تنتخبهم في كل جهه هيئه ناخبه تتالف من المنتخبين في المنظمات المهنيه للمشغلين الباترون الاكثر تمثيلا وعشرون عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئه ناخبه مكونه من ممثلي المأجورين وجرت انتخابات مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي إلى الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة وقد بلغت نسبة المشاركة في التصويت نحو 90% بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية المشغلين واستقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين في 44.39 وهكذا الآن أصبحنا أمام تركيبة المجلس الجديد للمستشارين حيث حل حزب الاستقلال في المرتبة الأولى بأربعة وعشرين مقعدا ثم حزب الأصالة والمعاصرة بثلاثة وعشرين مقعدا وحزب العداله والتنميه ثالثا ب 12 مقعدا والحركه الشعبيه ب 10 مقاعد، حزب التجمع الوطني للاحرار بثمانيه مقاعد، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه خمسه مقاعد، حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه ثلاث مقاعد لكل واحد منهما، حزب التقدم الاشتراكية مقعدان، حزب العهد الديمقراطي وحزب الاصلاح مقعد واحد لكل منهما. وبدون انتماء سياسي هناك ثمانية مقاعد. بالنسبة للبأجورين حل الاتحاد المغربي للشغل أولا بستة مقاعد متبوعا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بأربعة مقاعد لكل واحد منهما والاتحاد العام للشغل بالمغرب بثلاثة مقاعد والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية بمقعد واحد لكل واحد منهما. وإذا فإن سؤال هذه الحلقة يتعلق بالمشهد السياسي في المغرب بعد إنجاز الانتخابات الجماعية والجهوية وانتخابات مجلس المستشارين، كيف هو في انتظار الاستحقاقات المقبلة؟ والإحاطة بمختلف جوانبه نستضيف الدكتور عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أهلا بكم أستاذ عبد العزيز قراقي. أهلا وسهلا. والدكتور محمد عمراني بخبزة خبزه استاذ القانون الدستوري والعلوم السياسيه بجامعه عبد الملك السعدي بطنجه مرحبا بك مجددا في سؤال الساعه استاذ شكرا العمل. على اذا الان بعد اجراء انتخابات مندوبي الماجورين ثم انتخابات الغرف المهنيه ثم الانتخابات الجماعيه والجهويه ومجالس ومكاتب الجماعات والجهات ومجالس العملات والاقاليم نحن الان وصلنا الى المرحله الاخيره من المسلسل الانتخابي انتخاب اعضاء مجلس المستشارين سيد عبد العزيز قرقي هو صحيح انه وصلنا الى المرحله النهائيه في انتظار بطبيعه الحال ان يتم انتخاب هياكل مجلس المستشارين ولكن لابد من التاكيد على اساس انه اليوم يمكن ان نقول باننا استكملنا المشهد المؤسساتي الذي ينص عليه دستور 2011 علما ان مثلا منذ 2011 الى 2015 كنا نشتغل بمجلس المستشارين في اطار الصياغه القديمه وبطبيعه الحال هذا للدستور تماما وبطبيعه الحال هذا لم يكن منسجما من لا مع المناخ السياسي ولا مع مناخ التحولات وديناميتها التي شهدها المغرب ويمكن القول بانه مع استكمال هذا المسلسل نكون قد انسجمنا اليوم مع معطيات دستور 2011 كيف نقرا هذه النتائج استاذ العمراني هناك كان من يتوقع ان يحل حزب الاصاله المعاصره اول لكن الان نرى بان حزب الاصاله المعاصره جاء ثانيا بعد حزب الاستقلال وبفرق مقعد واحد وحزب العداله والتنميه اصبح له لاول مره فريق في مجلس المستشارين لا ربما ان الامر ليس مفاجئا على مستوى ترتيب الاحزاب السياسيه وتمثيلها داخل المجلس المستشارين على اعتبار ان هناك مجموعه من المعطيات التي تؤثر او تحسم عمليه النتيجه داخل مجلس المستشارين بحيث اننا لا نرتكز فقط على مساله التصويت بقدر ما نرتكز كذلك على تقسيم وتوزيع المقاعد لذلك كان هذا المعطى المتعلق بتوزيع المقاعد داخل مجلس المستشارين بين الهيئات الاربع وكذلك ما بين المناطق الترابيه او الوحدات الترابيه كان دائما محط نقاش لانه يؤثر على النتيجه. لذلك فعندما نقول ان حزب الاستقلال تبوأ المرتبه الاولى فهذا يجب ان نقرا هذا الرقم من خلال اكتساح حزب الاستقلال للاقاليم الجنوبيه. في الاقاليم الجنوبيه حصل على 10 ديال ديال المقاعد من اصل 24 مقعد فهذا كيعني ان القراءه يجب ان تكون ليس قراءه عدديه بقدر ما انها قراءه يجب ان تنسجم مع المعطيات الاخرى التي تحدثنا عنها كذلك يجب ان لا ننسى ان في المؤشرات العامه تعطي تفوق حزب الأسرة والمعاصره على مستوى الانتخابات التي مرت باستثناء ما يتعلق بممثل الماجورين لانه لا يتوفر لحد الان على نقابه مرتبطه به رغم انه لكن دعم هو فاز بالاغلبيه الكبرى في الغرف المهنيه تقريبا يعني. ولكن عندما نقول انه فاز في الغرف المهنيه 8 ديال الغرف وانه فاز في المجالس الجهويه بخمسه ديال الجهات الرئاسيات ديال الجهات هذا لا يعني بالضروره انه يتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المقاعد، يعني على اعتبار أن في الرئاسة نتحدث عن التحالفات، والتحالف قد يكون قد يمكن عضو واحد من الفوز بالرئاسة داخل اغلبيه مشتته، لذلك التحالفات وصياغه التحالفات في المغرب نعلم انه غير متحكم فيها، ليس هناك التزام سياسي لدى الناخبين الكبار حتى نقول ان من حصل على عدد كذا من المقاعد هو الذي سيفوز بمقعد مجلس المستشارين، ولربما ان كانت هناك محاوله لضبط ذلك من خلال التصويت العلني في اطار مجالس الجهات والعملات والاقاليم والجماعه الحضاريه والقرويه والمقاطعات. ولكن على مستوى انتخاب الناخبين الكبار داخل مجلس المستشارين لم يكن بتلك الكيفيه اذا لذلك سنجد ان الكثير ممن من ينتمون لحزب الاصاله والمعاصره كناخبين كبار صوتوا لاحزاب اخرى وهذا ربما انه يجب تداركه في الواقع لكي تكون لدينا دائما صوره مضبوطه حول الخريطه السياسيه كذلك هذه الخريطه يجب ان تقرا فيما يخص بعض الاحزاب السياسيه التي فقدت الى حد كبير تموقعها داخل هذا المجلس ونخص بالذكر هنا حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان دائما نعتبره انه عضو اساسي او فاعل اساسي في المؤسسه سنعود الى ذلك الان استاذ قراقي تقريبا تقريبا يعني الترتيب الذي جاء بالنسبه لمجلس المستشارين هو الذي جاء تقريبا بالنسبه للانتخابات الجهويه والجماعيه ما عدا ان حزب الحركه الشعبيه تقدم على حزب التجمع الوطني الاحرار والاتحاد الاشتراكي واصل انهياره ولكن تقريبا الخمس احزاب الاولى بقيت بقيت في نفس في نفس الموقع تقريبا. هو صحيح انه بالنسبه لنتائج هذه نتائج هذه الانتخابات الاخيره اكدت على اساس ان هناك مجموعه من القوى السياسيه اليوم هي التي تقوم بدور اساسي على مستوى يعني على مستوى التاثير السياسي وعلى مستوى التواجد التواجد الانتخابي طبيعه الحال هذا الامر تاكد حتى قبل ان تبدا هذه الانتخابات منذ ان تم تقديم يعني اكبر عدد من المرشحين الاحزاب التي قدمت اكبر عدد من المرشحين هي التي حلفها الحد وبالتالي حصلت على اكبر عدد من المقاعد. الاحزاب التي لم تقدم يعني عددا مهما من المرشحين نتائجها كانت متوقعه ويمكن ان نقول بان المنطق الكمي احترم الى حد بعيد. 17 أه 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 قراقل بالنسبه للترشيحات ذكر على ذكر الترشيحات يعني ربما هذا يوضح اكثر فهناك 591 ترشيحا لملء 120 مقعد التي يتالف منها مجلس المبشرين بمعدل يقارب ست ترشيحات عن كل مقعد تقريبا ست أحزاب إلى طبقنا الآن تماما الأحزاب ولكن لابد من التأكيد على معطيات أساسيه الأحزاب التي ذهبت إلى هذه الانتخابات وهي تعرف انسجاما تنظيميا بمعنى أنه ليست لديها أي مشاكل على المستوى الداخلي هي الأحزاب التي أولا استطاعت أن تواجه هذه الانتخابات بأريحيه أكبر استطعت ان تحصل على نتائج مهمه واستطعت ان تتقدم يعني دلما... يعني الاستقلال والصلاه والمعاصره والعداله والتنميه تماما هذه الاحزاب <تصفيق> <تصفيق> لا حتى بالنسبة للاستقلال هو ذهب بشكل منسجم بمعنى أنه لم تكن لديه مشاكل كثيرة على المستوى التنظيمي حتى من ناحية التنظيمية لن لأ تكن له مشاكل إذا ما استثنينا بطبيعة الحال حركة <تصفيق> <تصفيق> التي ولكن على المستوى التنظيمي نوعا ما هو حزب ذهب الى هذه الانتخابات وهو يجر وراءه بطبيعه الحال تجربه كبيره، انما لو سمحت لي لابد من ان اعود الى مجموعه من المعطيات التي افرزتها هذه الانتخابات. اول ما يمكن ملاحظته هو التاكيد عليه انه ليس فقط حزب حزب العداله والتنميه انه لاول مره يتوفر على فريق ولكن ايضا ان نقابته اليوم تعتبر من النقابات أكثر تمثيليه على المستوى الوطني وحصلت على اربعه مقاعد واصبحت لها نفس الحضور الذي هو للكونفدراليه الديمقراطيه الشغل هذا من جهه وهذا مهم جدا المعطى الثاني وهو انه حزب العداله والتنميه الذي نقول بانه هو الحزب الاول لم يحصل على على مستوى الغرف الا على مقعد واحد وهذا يطرح سؤالا كبيرا هل ان اولويات الحزب الان على هذا المستوى لا يدخل في اطارها انتخابات الغرف ام لا؟ المعطى الثالث وهو انه هذا معطى اساسي اظن بانه يسائل اكثر علماء الاجتماع السياسي علم الاجتماع السياسي في المغرب وهو ان المشغلين في المغرب الذين وصلوا الى مجلس المستشارين باستثناء واحد كلهم من المستقلين وهذا بطبيعه الحال يؤكد مره اخرى نتيجه يعني معطى اخر وهو هل ان ثمانية مقاعد المستقلين لا منتمين من اي هيئه ناخبه هنا. هم ينتمون الى المشغلين في المغرب آه. جميع المشغلين كل انتماء سياسي ثمانية باستثناء واحد دماغ. هو, هو الذي ينتمي الى حزب الاستقلال أوه. وهذا يطرح ايضا سؤال كبير على الاحزاب السياسيه اولا في المغرب علاقه الاحزاب السياسيه بارباب العمل من جهه ويطرح سؤال اخر ايضا على مستوى هذه الكتلة من الأشخاص التي تدبر رأس مال المغربي ما هي علاقتها بالسياسة؟ لكن نجد أرباب العمل في السياسة وفي الأحزاب كثيرون. لا أنا أتحدث على مستوى تمثيليتهم، آه. فرق كبير بين انخراطهم في الأحزاب السياسية، ولكن الآن سيتحدثون باسم المشغلين، <applause> تواجدهم على مستوى الغرفة الثانية سيكون تواجدا تنظيميا، <applause> عكس ما هو موجود بطبيعه الحال على مستوى الاحزاب السياسيه بمعنى انه على مستوى الاختيارات السياسيه الكبرى التي ستتم على مستوى الغرفه الثانيه هؤلاء هم الذين سيتكلمون باسم الماجورين اغلبهم او الاغلبيه المطلقه فيهم باستثناء واحد كما قلت هو الذي ينتمي الى حزب سياسي وهذا يطرح اسئله كبرى لا على الاحزاب السياسيه ولا على مستوى بطبيعه الحال هذه هي الكتله المهمه لاحظنا بالنسبه نسبه المشاركه في التصويت 90% تقريبا بالنسبه للجماعات الترابيه وزيئة. وبالنسبه للمأجورين النقابات النسبه لم تتعدى 45% لا وبالنسبه يجب ان نميز في الواقع ما بين هذه الفئات الممثله داخل المجلس المستشارين فنحن نتحدث عن الجماعات الترابيه ولها خصوصيتها تختلف بشكل كبير لان يعني فيها العدد كبير جدا بالمقارنه مع النقابات وبالمقارنه مع الغرف المهنية مقارنة مع ممثل الباترونة كذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الدائرة الانتخابية الدائرة الانتخابية لممثل المأجورين هي الوطن الصعيد الوطني في حين أن الفئات الثلاث الأخرى الدائرة الانتخابية هي الجهة هناك فرق في بالنسبه للغرف المهنيه على مستوى الجهه على مستوى الجهه تختلف الجهه من جهه, جهة اخرى لان كاين الجهه ديال ديال الصيد البحري ماشي هي الجهه تمام. ديال ديال الصناعه تمام. تمام. والتجاره تمام. والخدمات او لا ديال الفلاحه لان غرف الصيد البحري معدوده يعني. يعني. كاين جوج ديال الجهات جوج, 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 جوج ديال, ديال آه. اذا كاين جوج ديال جوج ديال ولكن كلها كنتحدثوا الفئات الثلاث لا ديال الجماعه الترابيه ولا ديال الغرف المهنيه ولا ديال الباترونه كلهم الجهه هي الدائره الانتخابيه في حين ان بالنسبه للممثلين الماجورين الدائره الانتخابيه هو الصعيد الوطني وهذا هذا يؤثر كذلك على عمليه التصويت ثانيا هي المساله ديال الانضباط الانضباط وهذا ربما لاحظناه في اطار انتخابات ديال الممثل جورين كان هناك لاول مره ربما هيمنه ل داخل هذا القطاع لان ربما فات تقريبا 40% من لا من لا منتمين. لا منتمين شكل كبير وهذا كي طرح تساؤل حول وضعيه العمل النقابي والمنظمات النقابيه في المغرب لان تاريخيا كنا كنعرفوا ان المنظمات النقابيه والعمل النقابي في المغرب هو الأساس لكي تقوم عليه الأحزاب السياسية لأن أي حزب سياسي يرغب في أن يكون له حضور جماهيري يجب أن يتوفر على منظمة موازية هي يعني منظمة نقابية الآن بدأ يقع نوع من الارتباك في طبيعة العلاقة لأن هنا في هذا الجانب لأن تحول الاحزاب السياسيه الاعتماد على الجمعيات عوضا الاعتماد على النقابات وان النقابات بدات تعيش نفس الامراض التي تعيشها الاحزاب السياسيه صراع الزعامات فتاريخيا كانت زعامة النقابيه تبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها ربما لما كانش القبر هو المآل ما يمكنش تحيد زعيم نقابي من القياده ومن الزعامه الان بدا الصراع حول الزعامه داخل النقابات وربما عدد الملفات المطروحه للقضاء ما بين في فيما يخص زعامه نقابه معينه خير دليل على ذلك كذلك ان الانشطارات الحزبيه اللي وقعت اثرت كذلك على النقابات الصراع على القياده ديال الحزب اثرت على العمل النقابي اذا بالتالي هذه المساله ديال القدره على دفع الممثلي الماجورين للتصويت كان كان ضعيف لذلك جوج المعطيات اللي يمكن ناكدوا عليها اللي اثرت في نسبه المشاركه هو وجود لا منتمون بهذا الحجم الكبير لأن حجم كبير طغى على النقابات الأخرى، ثم المسألة الوضعية ديال العمل النقابي في المغرب اللي ما سمحتش في الحقيقة أنها هي غيرت المسألة ديال الأكثر تمثيلية لأن كنعرفو الأكثر تمثيلية راه عندها واحد المدلول. اكثر تمثيليه هي اللي عندها الحق انها تشارك في في الحوار الاجتماعي وفي, وفي المؤتمرات الدوليه اذا في الحوار الاجتماعي والتمثيليه في منظمه العمل الدوليه وثانيا هي اللي كتحصل على الدعم ديال الدوله اذا فوقع واحد التحول خاصه بالنسبه لصعود النقابه ديال الاتحاد الوطني المغربي للشغل اللي تبعا للعدالة والتنمية ما وقع بالنسبة للفدشة مم. فهذه ربما هذه التحولات أو لهذا هي الكونفدرالية لها أربعة مقاعد نفس المقاعد مقاعد الاتحاد الوطني ولكن موقع الفيدرالي الوطني للشغل والمنظمة الديمقراطية هذو كانوا منشقين عن الكونفدرالية إذا فبالتالي هذا إذا المخاض المخاض الذي تعرفه الحركة النقابية في المغرب أثر على نسبة المشاركة. ويبقى الاتحاد المغربي للشغل دائما في الصدارة. هذا ربما احنا كنعرفوا الاتحاد المغربي للشغل طبيعة العلاقة ديالو مع الأحزاب السياسية تاريخيا وراه كنتحدثوا على الاتحاد المغربي للشغل راه أقدم نقابة ربما وممم. في إفريقيا و... و... والتاريخ ديالها ربما باقي كيشفع لها حتى حتى المكونات ديال الإنتماء للاتحاد المغربي للشغل راه ماشي بحال النقابات الأخرى. لان عند ارتباط بهيئات سياسيه وبتنظيمات سياسيه ليست بالضروره حزب واحد كما هي بالنسبه للنقابات الاخرى اذا حتى الطبيعه صراحة الطبيعة دي الارتباط ما بين النقابة والحزب يؤثر بشكل كبير على أداء النقابات في العمليات الانتخابية. أستاذ عبد العزيز الآن اكتملت, اكتملت الصورة هل يمكن القول بأن مجلس المستشارين يبقى كما المجلس السابق اللي جرى في اطار الدستور السابق وبقي حتى الان في انتظار الاحكام الانتقاليه؟ هل يعني اذا سيطرت المعارضه على على المجلس على اعتبار ان حزب الاستقلال سندرد الان في اي موقع سيكون هل في جانب التكتل المعارضه الذي كان فيه او كما قال سيعتمد المسندة النقدية؟ لكن عمليا انا بشكل وبأشكال حزب الاستقلال غير موجود في الحكومه وغير موجود في الائتلاف الحكومي وحزب الاصاله والمعاصره ثم اذا اضفنا ذلك الاتحاد الاشتراك للقوات الشعبيه وحزب الاتحاد السوري اذا تبقى المعارضه عمليا هي التي تسيطر على على مجلس المستشاري صحيح انه التجربه بطبيعه الحال اخر تجربه التي تمت في اطار دستور 1896 كانت فيها المعارضه هي هي التي لها المكانه الاساسيه بالنسبه للغرفه الثانيه وحزب الاثار المعاصر هو الذي يراس المجلس آه. والان اظن بانه تم ايضا تكريس هذا هذا السلوك او هذه العاده ولكن الامر اظن بانه الان في المغرب لا زالت الامور لم تتضح لا يمكن ان نجزم وان نقول بان المعارضه سيصبح ذلك تقليدا في المغرب تماما وان المعارضه ستكون دائما باستمرار هي التي ستهيمن على الغرفه الثانيه هذا لا يمكن نجزم فيه الان باعتبار انه الان نحن في المغرب دخلنا في مرحله تحول اساسي تترك فيها الانتخابات تقوم بدورها الطبيعي ولي اليقين انه الكثير من الامور التي بدأت غير طبيعيه خلال هذه الانتخابات ستكون محور الولايه التشريعيه كلها المقبله وبالتالي ان الكثير من الامور قد تتغير بالنسبه للانتخابات في المستقبل انما ما هو اكيد الان بانه لا يمكن انطلاقا من التعدديه الحزبيه الموجوده في المغرب اليوم لا يمكن الان في اطار هذا الوضع الراهن ان يكون هناك حزب مهيمن على مستوى الغرفه الثانيه الاحزاب التقليديه التي تعودت ان تدخل الانتخابات في اطار الغرف المهنيه والغرف بصفه عامه احزاب ستبقى دائما لها الكلمه الفصل طبيعه الحال لان ذلك يرتبط على سلوكيات ويرتبط على ممارسات ليست هي نفسها التي تخضع لا على مستوى الجهات ولا على مستوى الانتخابات الجماعيه وانتخابات مجالس العملات والاقاليم ولكن نحن في اطار التحول كما قلت الان الاليه الانتخابيه لاول مره يترك هكذا لكي تقوم بطبيعه الحال بدورها الطبيعي ولكن هذا لا بد له من مصاحبه على مستوى اعاده النظر في النصوص القانونيه لانه هذا امر طبيعي الديمقراطيه لا يتعلم فيها الناس الا من خلال الممارسه واظن بان وليس ها... هناك قانون انتخابي دائم يعني كل... هذه ها... الانتخابات يعني منذ المسار الذي بدا في الرابع يعني بدا في يمكن ان نقول في الرابع من شتنبر الى الان هذا المسار اكد على اساس ان هناك بعض الامور لابد من اعاده النظر فيها وامور اخرى لابد بطبيعه الحال من تركها ولكن الان يمكن ان نقول بان المعارضه التي ستهيمن على الغرفه الثانيه، وبطبيعه الحال هذا لا يمكن ان نقول بانه نهائي وانه سيتحول الى عاده ملازمه للتحول السياسي في المغرب، بحكم ان الحقل الحزبي في المغرب هو دخل في مرحله تحول حقيقيه، وبطبيعه الحال انتخابات 2016 ستؤكد الكثير من هذه المعطيات. تماما تماما اذا استاذ أماني... نعود الى ما قدمته على مستوى عدد الاصوات عدد المقاعد يعني لاحظنا في الانتخابات الجماعات حصل حزب على وتنمية على حوالي مليون و صوت وفي الجهات مليون و صوت امام حزب المعاصره بفارق 300.000 صوت في 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 كل اقتراع لكن هذا لم يترجم على مستوى لانه كذلك على عدد كبير من المستشارين وعدد كبير من ولم يترجم على مستوى الانتخابات مجلس المستشارين هو هو بالفعل لان ربما هذه المساله هذه نربطوها بنمط الاقتراع المعتمد نمط الاقتراع المعتمد هو الاقتراع اللائحي الاقتراع اللائحي اللي ما فيش مزج الاصوات ماذا ماذا يعني هذا مزج الاصوات لان الكثير من الاصوات كت لائحه معينه تخسرها نعطيك نموذج مثلا مثلا انتخابات ديال على مستوى ديال جهه طنجه تطوان مرشح من المرشحين حصل على 800 صوت فوق والمرشح الثاني حصل على 450 صوت بجوجهم خداو مقعد مقعد بمعنى ان اللائحه الاولى شحال خسرت من الصوت. صوت 400 400 صوت مشاه هباء منثوره ما عندوش فعاليه علش ما هذا لان علاش ما الاصوات نقدر انا كلائحه نهز ديك الاصوات اللي عندي نديها لائحه اخرى في جهه اخرى ونستافد اذا فبالتالي هذا نمط الاقتراع المعتمد في المغرب اللي هو لائحي باكبر بقيه انه كيعطي هذا الوضع ما مكتس... كيعنيش مك عدد الاصوات بالضروره عدد المقاعد. لان هذا جانب الجانب الثاني هو اللي ربما ان في حال قلت ان احنا عندنا في هذه الانتخابات كاين العلماء ديال الانتخابات كاين الناس اللي متخصصين في الانتخابات راه جيب اي منظر في علم السياسه باش يقرا كيفاش هاد الناس كيدبروا الانتخابات راه ما يعرفوهاش الى درجه هاد الناس اللي كيدخلوا هذه هاد الانتخابات هادو يقدر يعطيك بشكل حاسم العدد ديال الاصوات اللي غادي يحصل عليها لانه بحال اللي كيقول كيضبط بشكل دقيق والدليل على ذلك ان هادو تعلموا الى درجه ان ما تقدرش تحيدهم من من الانتخابات ديال مجلس المستشارين والدليل على ذلك ان 50% اللي كاينين دابا من اصل 120 تقريبا 56 عضو في مجلس المستشارين كانوا في المجلس القديم. شكون 50% من اصل 270 سابقا اذا اذا ملي كتقول 56 واحد قديم كان في المجلس ورجع شنو كيعني؟ يعني انه عارف الطرق للمجلس كيفاش كدوز. اذا جيب شحال ما جبتي ديال الاصوات كحزب ولكن اذا كنتي كتوفر انت على هذا النوع هذا العينه من 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 الفاعلين او المشتغلين في العمليه الانتخابيه راك غادي تفوز بالمقعد. أه حان الان موعد المجلس الاخباري سنعود بعده للمتابعه من حيث توقفنا. لا راديو دو توت لي